السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا متابعين قناة بانوراما للاعمال الخشبين. ياريت يا احبابي ما تنسونيش في اللايك، وما تنسوش تعملوا اشتراك اللي لسه ما اشتركش، ما تنسوش اللايك يا احباب، وتدعمونا باللايك والاشتراك اللي لسه ما اشتركش. معنا النهاردة ان شاء الله مقطع لركنة بسيطة وسيمبل قوي. الركنة دي معمولة لون رصاصي قافل او فراني فينبيتي، وطبعا المخدات او التكات مشجر زي ما حضراتكم شايفين. الترابيزة برضو عملناها برضو تاخد نفس اللون دي، طبعا القماشة هي طبعا احنا كنا رفعنا الركنة دي قبل كده وعندنا في الورشة، بس حبينا نرفعها لكم بعد ما حطناها في الشقة عند الزبون. الركن ما شاء الله لونها جميله جدا، والترابيزه برضو عملناها ماشيه مع نفس اللون برضو، واخده بيتي في رصاصي. يا ريت تنال اعجابكم، وانا منتظر حضراتكم برضو في التعليقات لو في اي سؤال عن او استفسار عن الاسعار او اي شيء، وبرضو بلغوني وانا ان شاء الله تحت امركم وارد عليكم ان شاء الله. يا ريت تنال اعجابكم واكتبوا لي ايه رايكم. والسلام عليكم ورحمه الله.